كشفت الفنانة السورية ديما بياعة عن موقف زوجها أحمد الحلو من تقديمها المشاهد الحميمية، وبتقول بلقاء إلها ببرنامج كتاب الشهرة على قناة الجديد: زوجي ما بمانع من تقديمي مشاهد حميمية بأي عمل فني طالما هاي المشاهد هي بسياق الدراما. أحمد ما عنده مشكلة تأدي هيك مشاهد؟ حسب إذا كان ضمن سياق درامي ما عنده مشكلة. وبتضيف ديما: أنا برفض مثل هاي المشاهد تلقائياً وما بحب تقديمها على الشاشة، بس بحترم يلي بيقدموها لأن ما عندي الجرأة أقدم مثل هاي المشاهد. ما عندي الجرأة الكافية مو معناتها الممثلات اللي عملوا هيك مشاهد هنن سيئين، أنا بحترمهم عندهم جرأة أنا ما عندي جرأة. وأوضحت الفنانة ديما بياعة حقيقة ما تم تداوله سابقا على لسانها بشأن قبولها أنه ابنها يكون مثلي الجنس، وبتقول: ديما بياعة أقبل ابني مثلي الجنس. ابني إذا بيطلع هيك أنا بتقبله، انا ما بجيب زبطه. تتقبلي ابنك اذا كان طبعا ليش لحتى ليه لحتى ارفضه؟ يمكن انا اول وحده بصرح التصريح. اما بالنسبه لزياده وزن ديما بياعه وتعرضها للتنمر من قبل بعض المتابعين، بتقول: فليش سمنت يا متنمرين؟ ليش انا مليانه وامتليت؟ لانه كنت عم باخذ هرمونات ابر لا اقدر اعمل بيبي. شو رايكم بتصريحات ديما بياعه؟ بتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات. ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.